فريق فروم سوفتوير خلال 10 سنين من التطوير جابوا لنا أسلوب جديد من الألعاب، وألهم الكثير من المطورين لتطوير ألعابهم اللي صارت تحت مسمى سولز لايك. ألعاب السولز انشهرت بخصائص فريدة، مثل إنها تخليك تخسر كل نقاط الخبرة اللي جمعتها من القتال لما تموت، وترجع لها مكان ما خسرتها عشان تأخذها مرة ثانية. وكمان انشهرت بنقاط الحفظ، ولما تستخدمها راح تعيد لك أحياء كل الأعداء اللي في المنطقة. وهذه بس جزء من الخصائص الفريدة، ومن وقت ابتكارها استخدموها فريق التطوير في ألعاب ثانية تجمع بين أفكارها الرئيسية مع شوية تغييرات في أسلوب القتال والحركة وغيرها. الآن الفريق رجعوا لنا من جديد بعد سكيرو، وصلتنا لعبتهم الجديدة The Elden Ring، وأهم عنصر في هذه اللعبة الجديدة هو العالم المفتوح. لكن راح نتكلم في أشياء كثيرة، وراح نتكلم لكم فيها كلها في مراجعتنا اللي هي قيد الإنشاء للعبة اللي كنتوا تستنوها على نار. قبل لا نبدأ في أسلوب اللعب، خلينا نقولكم عن العالم المفتوح وأفكاره في Elden Ring. من بداية اللعبة راح تلاقي نفسك انك تقدر توصل لجزء كبير من عالمها المفتوح، وراح يسهل عليك الاستكشاف انك تركب كائن يشبه الحصان، وتقدر تناديه من اي مكان تركبه عشان تتحرك اسرع للاماكن البعيدة. وبكذا اللعبة تعطي اللاعب قدرة اكبر في الحركة والتنقل، فصارت الشخصية الان قادرة انها تقفز، حتى الحصان يبديه يقفز، ومو بس مرة كمان مرتين في الهواء. وبتلاقي منصات هوائية يقدر الحصان يستخدمها عشان تقفز أماكن مرتفعة جدا عن طريق الطيران في الهواء، بحيث أن العالم المفتوح بيكون فيه مرتفعات كثيرة. الفريق كمان خلى عداد اللياقة ما ينقص خلال المغامرة عشان ما تحس بالملل، لكن استخدامه يبدأ أول ما تقرب من العدو وتبدأ القتال معاه. السؤال اللي يطرح نفسه، إيش اللي تقدر تسويه في العالم المفتوح؟ أول شيء راح تلاقي حاجة يسميها المطور Site of Grace، وهي بتكون لك بمثابة البونفاير اللي تعودنا عليها منهم، يمديك تجلس فيها للعلاج أو التطوير، وكمان تصير لك نقاط تنقل سريع في العالم. وهذه اللعبة احتمال انها تكون من أرحم ألعاب فروم سوفتوير من ناحية كمية نقاط الحفظ الكبيرة، وصار فيه نقاط إعادة لعب، والهدف منها انها تكون نقطة تشيك بوينت تقدر ترجع من عندها لو حسيت ان نقطة الحفظ اللي قبلها بعيدة. العالم المفتوح زي ما تتوقعون راح تاخذك في اتجاهات كثيرة، واحتمال كبير تروح أماكن جدا صعبة وما هي بمستواك الحالي، لكن لحسن الحظ نقاط الحفظ بيطلع منها سهم على الخريطة يدلك دائما إلى الوجهة الجاية في قصة اللعبة الرئيسية عشان ما تضيع. لكن في الحقيقة كل المتعة موجودة بالضياع. ليش؟ لأن الدنيا مليانة كهوف وخنادق ومعابد تنتظرك إنك تكتشفها، أغلبها تعتبر مثل المراحل المصغرة، وبداخلها بتلاقي مكافآت مختلفة ما بين أسلحة وتطويرات وأدوات مهمة وغيرها. لكن المشكلة الحقيقية هنا إن ما في طريقة تعرف إيش ممكن تكون هذه المكافأة. فمثلا لو كنت ساحر راح تضيع وقتك في واحدة من هذه الأماكن الاختيارية، وفي النهاية تجيك مكافأة عبارة عن سيف أو درع تحتاجه أو حتى شيء ما تقدر تستعمله. اللعبة مليانة مهام جانبية، راح تلاقي من خلال العالم الكثير من الأعداء المتنوعين الصعوبة، ومن ضمنهم اللي يعطونك مكافأة تسوى أنك تقتلهم، وبتقابل كثير من الشخصيات الجانبية اللي تقدر تتكلم وياها، لكن مو كلهم طيبين. بعض الشخصيات بتطلب منك مهام معينة، وبعضهم راح تقابلهم في أماكن ثانية. وبالرغم من كمية المهام الكبيرة إلا أن اللعبة ما تنظم لك إياها، لدرجة أنك تضطر تجيب ورقة وقلم وتسجل اللي قاعد يصير، وهالشي جد مزعج بكل صراحة للعبة من هالنوع، خصوصا ان اسماء الشخصيات والادوات والمناطق مش من النوع اللي تتذكره بسهولة. في كل الاحوال هذه الشخصيات مهمة، وقصة اللعبة بتكون مختصرة، لكن تفاصيلها تصير لك اوضح لما تقرأ الرسائل ولما تكلم الشخصيات وتقابلهم اكثر من مرة. اللعبة صار فيها نظام كرافتنج من العاب مشابهة غيرها، بحيث اذا بغيت تصنع قنبلة نارية لازم تجمع الموارد مثل الازهار والجذور وغيرها، ونفس الشيء للأسهم والأدوات الثانية. وكيف تتعلم أنك تصنع هذه الأشياء؟ يحتاج أنك تشتري كتب الطبخ من البياعين اللي يتجولوا في العالم. خلينا الآن نتكلم عن أسلوب اللعب الرئيسي. راح تلاقي تغييرات مؤثرة وأفكار جديدة اللي تناسب عالم اللعبة. أسلوب القتال هو نفس اللي تعودنا عليه من سلسلة ألعاب السولز،
لكن واحدة من الإضافات الجديدة هي حركات خاصة تقدر تتعلمها وتصير الضربة الخاصة لسلاحك، وبتحصل أشباح تجمعهم في اللعبة وبعدين تناديهم في مناطق معينة اللي تسمح لك فيها اللعبة، ومهمتهم يساعدونك خصوصا وقت قتال الزعماء ويشغلونهم عنك، وتقدر من خلال شخصيات جانبية معينة انك تطور قدرات هذه الأشباح بتجميع موارد خاصة فيهم من مراحل جانبية وغيرها. طبعا اللعبة تخليك تتجول في العالم المفتوح بكل حرية، لكن لما يجيك وقت الجد عليك انك تروح للمهمة الرئيسية، ووقتها اللعبة راح تصير زي الدارك سولز بالضبط، وتدخل اماكن مقفلة وتحارب اعداء اقوياء، وتحاول انك ما تموت الين ما تفتح طريق مختصر او توصل لنقطة الحفظ، وفي النهاية تبدأ بقتال زعيم قوي. ومن هذه الناحية لا تشيلهم، فالزعماء هنا اقوياء زي ما تعودنا، ولكن في دايما خدعة لهزيمتهم، ومع استخدام الاستدعاءات بتصير مواجهتهم اسهل بكثير. في شيء مهم اخير لازم ينذكر، بعد ما تهزم زعماء اللعبة الرئيسيين بتجيك مكافأة خاصة، وهي قدرة مرة مميزة. مثلا القدرة اللي حصلناها عند الزعيم الاول بتديك ترقية مؤقتة لقدرتك بما يساوي رفع مستواك او الليفل ب40 نقطة. إلدن رينج زي الألعاب الحديثة تعطيك خيارين للرسوم، وإحنا مشينا مع الخيار الافتراضي اللي يعطي الأولوية للأداء أو الإطارات، ولكن اللعبة تتطلب الكثير في بعض المناطق، فلقينا أن أداء الإطار متذبذب على PS5 اللي جربنا عليه اللعبة، ومنظر اللعبة جميل جدا من هالناحية، وفيها موسيقى بأسلوب السلسلة كالعادة وأداء صوتي كلاسيكي من الشخصيات الجانبية. في النهاية كيف ممكن أننا نوصف لكم إلدن رينج؟ هي فعلا لعبة سولز في صلبها، لكن تعطيك بعد ثاني عن طريق تجربة العالم المفتوح، بحيث تقدر على الخروج من المراحل الرئيسية المقفلة في أي وقت والتنقل السريع للعالم المفتوح، ومن هناك تقدر تسوي أي شيء تبيه، زي إنك تدور عن شخصيات جديدة وتخلص مهماتها الجانبية وتجمع موارد وتطور الأسلحة والقدرات. وكونها عالم مفتوح إلدن رينج تفتقد التنظيم اللي نشوفه في ألعاب غيرها، وإحنا هنا ما نبي إرشادات خاصة، لكن أقل حاجة قائمة لأسماء المهمات وأصحابها. إذا كنت من عشاق ألعاب From Software فما يمكن أن يخيب ظنك مع Elden Ring. فيها ساعات كثيرة من اللعب ومليانة مهام جانبية وعالم كبير مفتوح، وكمية مخاطر تعد وتغلط والحماس لاستكشافهم، وفوق كل كذا فيها طور جماعي متنوع يوفر لك زيادة من المتعة، سواء بغيت تتعرف على أصحاب جدد أو تواجه أعداء جدد. وأكيد تمنيت أني أشوف تنظيم أكبر يرتقي لبعض ألعاب العالم المفتوح الجديدة، زي قائمة الوحوش والأعداء وقائمة المهام الجانبية، وربما توضيح أكثر عشان نعرف المكافآت الخاصة فيها. وحابين نذكركم أن مراجعتنا هذه لسه تحت الإنشاء، لأن الوقت اللي وفره لنا الناشر قصير وما سمح لنا نستكشف كامل مناطق إلدن رينج، بالإضافة أن خوادم اللعبة ما سمحت لنا تجربة طور اللعب الجماعي بشكل كافي بسبب قلة اللاعبين في المنطقة. راح يتم تحديث المراجعة في الأيام الجاية لما نوصل للرأي النهائي، ولا تنسونا بضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة. يعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.